مكانة القيادة المرجعية. القيادة المرجعية أمينة لأنه لا يشغل أي وظيفة في أي واحد من مرافق هذه القيادة إلا رجل عادل تمرس على مواصلة الواجبات والابتعاد عن المحرمات حتى نبغت في أعماقه ملكة قوة تعصمه عن اقتراف المنكر مهما ألح به الإغراء. وقد تألقت هذه الطاقة في المراجع حتى كادت أن تحلق بهم عن المستوى البشري وتركت للناس عبراً وأمثالاً. ويكفي أن نعلم أن الحسين بن روح رحمه الله قال: لو أقذف من أعلى من السماء خير لي من أن أقول ما لا أعلم.